ايه اللي مؤخر تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية على المستوى الشعبي بحيث نبقى على اسطح العمارات في خلايا طاقة شمسية يقدر اي مواطن يستفيد بيها؟ دي من الحاجات اللي انا قلتها على فكرة، ان احنا عندنا الحاجة الاساسية التعريفة، التعريفة المطبقة دلوقتي تعريفة بتشجع اكتر المحطات الكبيرة اللي هي اليوتيليتي سكيل اللي هي الميجا بروجكتس. التعريفة اللي طالعة خطتها 2300 ميجا، منها 2000 ميجا طالعين لليوتيليتي سكيل و300 للي فوق الاسطح. مش بس كده، لا كمان التعريفة التفضيلية، يعني القيمة اللي هتدفع للكيلوات ساعة في المحطات الكبيرة أعلى بكتير من القيمة اللي هتدفع للكيلوات ساعة في المحطات الصغيرة. كان مفروض تتعكس. التعريفة دي مطبقة في أكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم كلها بدون استثناء. التعريفة دايما أعلى في المحطات الأصغر وأوطى في المحطات الأكبر عشان تشجع الاستخدام. هنا في مصر احنا أكثر من 60% بيعتمد استهلاكنا جاي من الأنظمة المنزلية، وده كان المفروض يشجعنا أكثر إن احنا نشجع المحطات الصغيرة، لأن الدولة وزارة الكهرباء بتقول إن المواطن هو جزء من المشكلة، وده حقيقي. كان ممكن نحوله لجزء من الحل لو احنا شجعناه إنه يركب محطات طاقة شمسية فوق بيته وفوق الشركات الصغيرة وفوق الأسطح، لو أنا عدلت التعريفة غيرت الاستراكشر. هل معنى كده إن لسه بدري قوي على ما نشوف محطات طاقة شمسية على أسطح المنازل في مصر؟ لا، موجودة دلوقتي بس مش موجودة بنفس العدد بالانتشار الواسع اللي احنا كنا عايزين يبقى موجود. تمام. لازم نعدل التعريفة، الهيكل بتاعها لازم يتعدل. المقصود بالتعريفة، التعريفة اللي المواطن بيدفعها ولا اللي المواطن بيقبضها؟ التعريفة هو المواطن بيقبضها. في تعريفة التغذية بالطاقة الشمسية، هذه الفلوس اللي بياخدها المواطن مقابل كل كيلوات ساعة بيولده على الشبكة من استخدام الطاقة الشمسية. يعني لو هنبسط الكلام للناس، اللي مؤخر مشروع زي كده في مصر هو مش متأخر. هو شغال، بس شغال بوتيرة بطيئة. سبب هذا البطء ان التعريفة اللي المواطن هيحصل عليها اقل بكتير من التكلفة اللي بيتكلفها في الاول. ايوة تمام. ما بتجيبلوش عائد كويس يخليه يتشجع انه يعمل الطاقة الشمسية. يعني هو ممكن مثلا هيصرف 30,000 جنيه مثلا. هو العائد بتاعه دلوقتي اقل من 10%. يعني تقريبا كام؟ يعني 10%. 10% العائد اقل من 10%. تمام. يعني لو هتصرف 100,000 هيجي لك 10,000 جنيه في اول سنة. ايوه، ما هو 10 اقل من 10,000 جنيه. لو رحنا للشرائح التجارية تبقى اعلى شوية، توصل 11% و13%. بس كمان مع تغير العملة، وتغير العملة من 7 جنيه ل 9 جنيه الوضع بقى اسوأ. فانت دلوقتي العائد بتاعك بقى اقل كمان بسبب تغيير العملة. الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا.